FM. الكلمة ليك. الفكرة كانت من زمان عندي ان انا عايز اعمل حاجة ليها علاقة بالفلكلور، بس كانت الصعوبة ان انا يعني انا كنت بعمل بس الشغل بتاعي الطبيعي من خلال ألبومات. فلما بتعمل أغنية فلكلور جوه الألبوم انا بحس انها بتظلم الأغنية ومش بيبقى يعني ما بتكتفيش او احنا بتشبعك ما تاخوش حظها. ايوه بالظبط، وما تشبعكش انت. يعني انا عندي افكار كتير عايز اعملها ليها علاقة بالفلكلور، مش أغنية واحدة بس في ألبوم يعني. فجاءت الفكرة وتطورت مع الوقت انه طب ليه ما يكونش في برنامج ونقدر ان احنا ناخد اغنية من كل بلد، والاغنية دي احاول اطورها وطلع منها فكرة مع فيوجن مع انماط موسيقية مختلفة يعني. فمن هنا جت الفكرة وقعدنا طورناها، وطبعا التلفزيون العربي مشكورين تحمسوا للفكرة وانتجوها والحمد لله. اعتقد ان هو لقى نجاح كبير خاصة كي نحكيه على الفيجن اللي تحكي عليها الفيزيون اللي كما نقوله احنا بالفرنسية. نعم. اللي هي صعبة، اللي هي احيانا تبدو مستحيلة مع بعض الاغاني، هي صعبة جدا. مثلا مال المجادير تبدو صعبة ومستحيلة، الا انه حمزة نميرة ينجح في والله ده توفيق من ربنا طبعا، ما اقدرش يعني. يعني هو كل حاجة كانت باقدار ربنا، وانا حاولت اجتهد انه اطلع اشكال موسيقية مختلفة، وده كان التحدي الكبير يعني. انت لما بتعمل 12 اغنية يعني انا يعني في بعض الاغاني انا كنت شايف ان ممكن تتعمل بطريقة مختلفة او طريقة انا عايزها توقف في الاتجاه ده اكتر، لانها هتنجح بشكل كده اكبر يعني. لكن اضطريت ان انا لازم امشي في انماط تكون اصعب، علشان لما تعمل ال 12 اغنية مع بعض يبقى فيها تنوع كبير، غير يعني غير ما يبقى 12 اغنية انت بتشوف اللي هما يبقوا مشتبهين مثلا بالظبط كده. ده كان تحدي كبير جدا، مختلفة بالظبط. ده كان تحدي كبير، وفي بعض الاحيان جه على الـ يعني بقى على حساب ما اود ان اقدمه فعليا في الكاريميكس للاغنية مثلا. الكلمة ليك.